أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على ملف الاتصالات في اليمن وأبعاده السياسية والاقتصادية والأمنية. هاجم مسلحون مجهولون مقر شركة سبافون للاتصالات في العاصمة المؤقتة عدن، وقالت مصادر محلية إن مسلحين أطلقوا وابلا من الرصاص على مقر الشركة ما تسبب في حرائق هائلة داخل كبائن الشركة ونتجت عنه أضرار هائلة. أشارت المصادر إلى أن الحريق التهم كبائن الشركة في مقرها الجديد. وكانت شركة سبافون قد أعلنت نقل مقرها الرئيس من صنعاء إلى عدن استجابة لدعوة الحكومة الشرعية لإنشاء شبكة مستقلة وآمنة بعيدا عن سيطرة ميليشيا الحوثي. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية لبقاء شبكات الاتصالات تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، ولماذا لم توفر الشرعية بيئة آمنة لعمل هذه الشبكات، ومن له المصلحة في مهاجمة مقر شركة سبافون وإجبار شبكات الهاتف النقال على البقاء في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي. قبل النقاش نشاهد التقرير. الاتصالات أحد ملفات الحرب العالقة بيد ميليشيا الحوثي والمهملة من قبل الشرعية اليمنية. خلال سنوات الحرب الست كان قطاع الاتصالات أهم الروافد الاقتصادية التي تدر المليارات من الريالات سنوياً على الميليشيا، بخلاف أنها مثلت حالة من الانكشاف العسكري لقوات الشرعية التي كانت تعتمد على شبكات الهواتف الخاضعة جميعها لسيطرة الميليشيا في العاصمة صنعاء. كثيرة هي الانتقادات التي وجهت للشرعية لعدم تعاملها الموفق في هذا الملف وعدم توفير البدائل في المحافظات المحررة، وكلها لم تلقى أي تفاعل أو اهتمام. مؤخراً أعلنت شركة سبافون أنها نجحت في نقل مقر عملها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأصبحت بذلك خارج سيطرة ميليشيا الحوثي، لتعلن بعدها عن تعرض مقر عملها الرئيس إلى إطلاق نار أدى للعديد من الأضرار المادية. مصادر محلية قالت إن المسلحين أطلقوا وابلاً من الرصاص على مقر شركة ما تسبب في حرائق هائلة داخل كبائن الشركة. ليفتح بذلك سؤال دور الشرعية من جديد، لماذا لم توفر بيئة آمنة لعمل شبكات الهاتف النقال؟ ولماذا يتم إجبار هذه الشبكات على العمل من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي؟ وأرحب بضيوفي في هذه الحلقة. ينضم إلينا من الرياض مهندس الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد المحيميد، أهلا بك أستاذ محمد. وأيضا ينضم إلينا المتحدث باسم شركة سبافون عبد الله العواضي. أبدأ معك أستاذ محمد، تساؤلات كثيرة ظلت عالقة في أذهان الكثيرين عن سبب بقاء أو إبقاء الشرعية على شبكات الهاتف النقال بيد ميليشيا الحوثي، كيف تفسر هذا الأمر؟ مساء الخير عليك أخي الكريم على المشاهدين الكرام. في الحقيقة فإن هذا الملف كما تفضلتم يعني غامض جدا، وحتى الآن لم نجد إجابة على مثل هذا السؤال، لأن بقاء قطاع الاتصالات والإنترنت تحت سيطرة الحوثيين خلال فترة 6 سنوات يعني سبب خسائر كبيرة جدا للشرعية والشعب اليمني، سواء خسائر عسكرية أو أمنية أو اقتصادية. وفي المقابل استفاد الحوثي من هذا القطاع استفادة شاملة، ويمكن يعني ملاحظة يعني كيف أن الحوثي تأثر يعني جل جنونهم بعد إعلان شركة سبافون استقلال شبكتها في المناطق المحررة، ورأينا ذلك من خلال أكثر من بيان صدر عن الحوثيين في صنعاء. هذا جزء بسيط فقط من شبكة الاتصالات تم تحريره بعد 6 سنوات، وكان ردة فعل الحوثيين عنيفة جدا، فكيف لو أن قطاع الاتصالات والإنترنت بكامله تحت سيطرة الحوثيين وتحت سيطرة الشرعية؟ كيف لو أنه بكل خدماته وإيراداته يخضع للشرعية؟ يمكننا تخيل حجم الخسارة التي ستلحق بالحوثيين. ونطرح السؤال الذي طرحته أنت على الشرعية، لماذا طوال 6 سنوات لم يعني تم ترك هذا الملف بكامله للحوثيين حتى اليوم؟ طيب أنتقل لضيفي المتحدث باسم شركة سبافون الأستاذ عبد الله العواضي، أهلا بك أستاذ عبد الله. أهلا بكم وشكرا على الاستضافة أخي العزيز. بداية نود أن نستمع من قبلكم للرواية حول ما حدث اليوم
من استهداف لمقر شركة سبافون في عدن المقر الجديد؟ نعم أخي الكريم، الذي حصل باختصار أنه حصل هجوم تخريبي من قبل عناصر خارجة عن القانون. فجر اليوم استهدفت بعض الأجهزة بطلقات من الرصاص، تم إصلاح هذه الأجهزة وتم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة التي حضرت على الفور وباشرت عملها بالتحقيق والاستقصاء. والشبكة الآن تعمل بشكل طبيعي ولله الحمد، والجهات الأمنية تقوم باللازم لمعرفة ملابسات الحادث. الهدف من هذا الهجوم ليس فقط سبافون، وإنما هو الاتصالات بشكل عام وعدن واستقرار عدن لئلا تنتقل إليها الشركات وتزدهر اقتصاديا وإلى إبعاد المستثمرين والمنظمات الدولية. وخصوصا أن هذا الأمر ترافق مع دعوات من الحكومة الشرعية والسلطات من في عدن، دعوات للبنك الدولي للعودة إلى عدن ومزاولة أعماله، وهذا ترافق ويعني ليس بالصدفة حصل. طبعا نحن في هذا الصدد نقول أن بيانات الميليشيات الحوثية الذي صدر بعد إعلان شركة سبافون استقلال شبكتها في المناطق المحررة عن تحكم وسيطرة الحوثيين هددوا وبشكل واضح باستهداف سبافون في المناطق المحررة. لذلك فالشركة تحمل الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عما حصل من اعتداء تخريبي. كون يعني تعتقدون أن ما حدث اليوم في عدن قد يكون لميليشيا الحوثي علاقة به؟ بل نعتقد اعتقاد كبير، لأنهم الجهة الوحيدة المتضررة من عملية النقل وتحرير هذا القطاع، ولأن هناك إجماع من كافة القوى في المناطق المحررة على ضرورة نقل قطاع الاتصالات، لأن سبافون بالنسبة للحوثيين سنت سنة سيئة بالنسبة لهم وهي نقل الاتصالات، وأثبتت للجميع أنه يمكن نقل الاتصالات. وللعلم هذا لم يكن أول اعتداء تتعرض له الشركة من قبل الميليشيات، فقد سبق وأن اعتدوا عليها في صنعاء واستولوا على مقدراتها وغيروا إدارتها. واليوم بعد استقلال الشبكة في المناطق المحررة عن سيطرة جن جنونهم وكرروا اعتداءاتهم في قلب عدن عبر أياديهم وخلاياهم التجسسية والتخريبية، والتي فر منها للعلم الجزء فر إلى صنعاء والبقية لا زالت الأجهزة الأمنية في عدن مشكورة تقوم بملاحقتهم. أيضا قامت بأعمال تخريبية في مارب، رافقت عملية نقل التحكم في الشبكة قبل أسبوعين، وقامت الجهات التابعة للميليشيا الحوثية في صنعاء بإرسال رسائل تهديد لبعض فروع المؤسسة العامة للاتصالات التي لا زالت تحت سيطرتها مثل سيون، تطلب منهم عدم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالرفض لسبافون. وقامت بإرسال رسالة تهديد ورأيتموها وانتشرت في المواقع التي يهددون فيها شركات الاتصالات الأخرى مثل MTN وواي ويمن موبايل بمنعها من الربط مع سبافون، لأن هذه الميليشيات تستهدف أي منشآت اقتصادية لا تقع تحت سيطرتها، وآخرها استهداف مجمع إخوان ثابت في الحديدة مثلا. طيب الآن بالنسبة للربط سبافون، ما زالت تعمل مع باقي الشركات؟ سبافون الإدارة الموجودة الآن هي من تتحكم بشبكة سبافون، وماذا عن وضع الشركة الموجودة في صنعاء؟ سبافون التي في عدن هي تشغل الشبكة التي في المناطق المحررة. يعني لدينا الآن شركتي سبافون، شركة خاضعة أرقام تحت سيطرة الميليشيا، وهناك فرع آخر عند الحكومة الشرعية، يفهم هكذا الوضع؟ نعم. طيب ما قيمة الخطوة التي أقدمت عليها سبافون إذا منعت من الربط مع باقي الشبكات من قبل ميليشيا الحوثي؟ نحن عندما اتخذنا قرار النقل يا عزيزي لم نعول على ما ستقوم به الميليشيات الحوثية، وما تم النقل بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية ومن الحكومة الشرعية، ونحن الآن في إطار الترتيب في الترتيب الحثيث مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهم يقوموا في هناك مشروع صرفت فيه مبالغ كبيرة جدا الذي هو مشروع البوابة الدولية والإنترنت، وسوف يتم الربط من الإنترنت والبوابة الدولية قريبا إن شاء الله. وبقية الشبكات هو دور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بممارسة الضغط عليها للنقل أو للربط معنا، وهذا أمر يعود لهم، لا أستطيع التحدث بلساني. طيب تبقى معنا أستاذ عبد الله، أعود للأستاذ محمد المحيميد. الأبعاد السياسية والاقتصادية لبقاء قطاع الاتصالات تحت سيطرة الحوثي؟
في الحقيقة الأبعاد السياسية يعني تعطي انطباع للمواطن البسيط عندما يكون قطاع الاتصالات في مختلف أنحاء الجمهورية تحت سيطرة حكم الحوثيين بأن الدولة في صنعاء وليست وأن السيطرة للحوثيين وليست مع الشرعية، وبالتالي يصبح عند حصول أي خلل مثلا بالاتصالات أو الإنترنت يظل المواطن البسيط منتظر الإجابة أو الخدمة من الحوثيين، وهذا يعزز سياسيا من تواجد يعني سلطة الحوثيين في قلوب ومشاعر الناس، وعلى العكس تماما يحصل للشرعية. اقتصاديا الحوثي يجني يعني مليارات الدولارات من الاتصالات والإنترنت سنويا من خلال الضرائب والرسوم والزكاة، ويسخر كل هذه الأموال في المجهود الحربي وفي المعركة الحربية ضد الشعب اليمني. أمنيا يتجسس على الناس من خلال الاتصالات والإنترنت، ويتم اعتقال الكثير من المواطنين من خلال التجسس على مكالماتهم أو تصفحهم للإنترنت. وعسكريا أيضا يستخدم الاتصالات في المعارك يعني بأشكال مختلفة، فأحيانا يقطع الاتصالات عن المناطق التي تجري فيها المواجهات العسكرية ليقسم على تلك المناطق الأخبار التي تخرج منها أو التي تصل إليها، ويتحكم بالمعلومة في تلك المنطقة. وأحيانا يستخدم الاتصالات لإرسال الصواريخ إلى تلك المناطق، ويستهدف من يحملون الهواتف الشخصية سواء من القادة العسكريين أو من الجنود العاديين وأحيانا يستهدف حتى يعني تجمعات أو احتفالات، كما حصل أكثر من مرة، وآخرها تم استهداف الحفل في مأرب بمناسبة عيد 26 سبتمبر. إذا طيب، الحوثي يستغل هذا القطاع استغلال كبير جدا من جميع النواحي. طيب أستاذ محمد، كنت أشرت إلى أنه الخطوة التي أقدمت عليها شركة سبافون جعلت الحوثي يجن جنونه، يعني أنها خطوة مهمة في طريق تحرير شبكة وقطاع الاتصالات. هل الحكومة الشرعية اليوم قادرة على تحرير هذا القطاع بشكل كامل، على دعم باقي الشركات، على تكرار هذه الخطوة من باقي الشركات ونقل القطاع الاتصالات بشكل كامل إلى العاصمة المؤقتة عدن؟ ما فعلته سبافون هي فقط أثبتت أن، وهي شركة خاصة، أثبتت للجميع أن الوزارة التي مفترض أنها تملك مقدرات أكبر وتتحمل مسؤولية أكبر هي قادرة على أن تفعل ذلك في جميع يعني قطاع الاتصالات، سواء في المؤسسة العامة للاتصالات أو هي العامة للبريد أو الشركات الحكومية أو الشركات الخاصة. هذه هي الرسالة المباشرة التي تصل إلينا مما فعلته سبافون، وهي يعني تعتبر شركة خاصة، فما بالك بالوزارة التابعة للحكومة التي يفترض أن لديها من المقدرات والمسؤوليات الشيء الكثير. طيب أعود للأستاذ عبد الله العواضي، هذه الحادثة إلى أي حد قد تؤثر ربما على عمل الشركة، وماذا عن طبيعة الدعم الذي قدم من قبل الحكومة الشرعية لكم لتسهيل هذه الخطوة وعملية النقل؟ هذه الحادثة أخي العزيز لن تؤثر بإذن الله، وإنما زادتنا إصرار على الوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية وإلى القضايا الوطن وإلى الإصرار وعلى تحرير هذا القطاع من تحت هذه الميليشيات، لأنها حقيقة لو تتأمل في الوضع تجد أن المناطق المحررة تدفع فاتورة الحوثي، فاتورة الحرب الحوثية، فهو يأخذ ريع الاتصالات من المناطق المحررة ليحاربهم بها. لذلك فعلا هو مثل ما تفضل الأخ محمد المهندس محمد أنه جن جنونهم. أيضا أريد أوضح أمر، وهو أن هذا الاستهداف كان من المؤكد أنه للحوثي، لأنه الاتصالات تعمل في الجنوب من فترة طويلة ولم تتعرض لأي هجوم من قبل أي طرف في أي من المناطق المحررة، إلا حاليا عندما تم سحبها من يد الحوثي، وهذا دليل أن الغريم الوحيد هو الحوثي مثل ما يسموه باللهجة اليمنية الغريم. طيب هل حصلتم على أي وعد من قبل الأجهزة الأمنية؟ هل سيكون هناك سرعة
في كشف ملابسات هذا الحادث؟ نعم، الأجهزة الأمنية باشرت عملها بكل احترافية، ونشكرهم بداية بالأستاذ أحمد لملس محافظ محافظة عدن وكافة الأجهزة الأمنية والمعنية في المحافظة بلا استثناء، نشكرهم على ما قدموا، وهم يقوموا بذلك من باب الجانب الوطني، لأنه زي ما ذكرنا يا أخي العزيز هذا العمل لا يستهدف سبأفون، إنما يستهدف شل قدرة عدن على استضافة الشركات وتهريب رؤوس الأموال ومنعها من الذهاب إلى عدن والجهات الحكومية والدولية والمنظمات، بحيث تكون يعني سبأفون يجعلها يعني يجعلوا من الاعتداء هذا تخويف للآخرين، وخصوصا في مجال الاتصالات. أشكرك جزيلا عبد الله. حصلنا على وعود، نعم، وهي تنفذ حاليا ولله الحمد. مؤخرا نفت شجبة وزارة الاتصالات هذا الأمر الذي حصل الهجوم، والجهات الأمنية في عدن بكافة مستوياتها تقوم بواجبها حاليا للكشف عن الجناة وتسليمهم للعدالة. شكرا جزيلا لك عبد العواضي المتحدث باسم شركة سبأفون. أعود للأستاذ محمد المحيميد. اليوم مقر شركة سبأفون، المقر الجديد لها في العاصمة المؤقتة، يتعرض لهجوم من قبل مسلحين مجهولين. يقول المتحدث أن هناك تحقيقات تتم الآن للكشف عن ملابسات هذا الحادث. برأيك من مصلحته إعاقة عمل سبأفون في العاصمة المؤقتة وباقي المناطق المحررة اليوم؟ في الحقيقة المستفيدين كثر، لكن لا نستطيع أن نزايد على الشركة وما قاله ناطقها، وسنقول كما قالوا أن الذي استهدفهم الحوثيون، مع أن هناك خصوم للشركة كثير، وربما هناك من يخدم الحوثيين وحتى وإن كانوا في المناطق المحررة أو يتبعون الشرعية، الذين عرقلوا انتقال الشركات طوال الفترة الماضية لا شك لم يسعدهم خطوة سبأفون، وبالتالي يريدون إفشالها ليقولوا أن ما فعلته سبأفون كان خطأ كبيرا، وأن الأسلم هو بقائها في صنعاء يعني تخدم الحوثيين. نفس هذا الكلام حصل مع البنك المركزي، وتم محاولة إفشال عملية نقله، وحتى الآن يعني هناك مشاكل كبيرة، وليقول الناس بعد ذلك كانت غلطة انتقال أو نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن. إذن هناك للأسف الشديد من يخدم الحوثي بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وبعلم وبدون علم، وإن كان يتبع الشرعية أو في المناطق المحررة. لكن في الأخير نحن لا نستطيع أن نزايد على الشركة، وسنلتزم بما قالوا لأن من استهدفهم هم عصابة الحوثي. طيب تبقى معنا استاذ محمد، ومن مأرب ينضم الينا المهندس والاكاديمي رائد الثابتي. اهلا بك استاذ رائد. اهلا وسهلا، يا مرحبا. امنيا ما الذي يعنيه بقاء شبكات الاتصالات وقطاع الاتصالات تحت سيطره ميليشيا الحوثي في صنعاء؟ امنيا يا عزيزي يعني هو المزيد من الحق، والمزيد من التجسس، والمزيد من الاستهداف المباشر والقتل بيد الجيش، وايضا استهداف لكل من يقاوم الحوثي بالمناسبة، ليس يعني فقط في المناطق المحررة بل حتى في مناطق سيطرة الحوثي. في الحقيقة أنه الحوثي لا يحتاج إلى مقيمين على الأرض، الحوثي لديه جهاز استخباراتي متكامل، أحيانا يعرف الأشخاص أكثر ما يعرف أنفسهم من خلال التعقب والتصنت ومعرفة عدد التفاصيل عن الأشخاص المطلوبين. طيب هل لبقاء شبكات الهاتف تحت سيطرة ميليشيا الحوثي تأثير على المعارك العسكرية الدائرة اليوم؟ وما طبيعة هذا التأثير؟ بكل تأكيد يا أخي العزيز، الاتصالات نصف المعركة إن لم تكن 70% من المعركة. لا يوجد جيش في العالم يحارب واتصالات بيد عدوه إلا ما يكون عندنا في اليمن. اليوم كان من أكبر سقوط فرضت نهم في الاتصالات، أسباب أيضا في سقوط الجوف الاتصالات. كل الجبهات دون استثناء، الحوثي حينما ينوي ان يفتح المنطقه اول خطوه يتخذها هي قطع الاتصالات، وهذه يعني اصبحت امور واضحه للعيان وعايشناها يعني. ف سلاح الاتصالات هو سلاح فتاك يعني في خصوصا في زمن الحرب، وللاسف الاتصالات هذه اتصالات مدنيه تم عسكرتها يعني بصوره فجه من قبل ميليشيات الحوثي، واصبح هناك جانب مظلم يعني لا يعرفه الا المختصين في مساله
يعني الوصول حتى على خصوصيات الناس، واحيانا رصدهم وتتبعهم من اكثر مبادئهم حتى يتم استهدافهم وحتى يتم اداء القبض عليهم. يعني اغلب من في السجون الان مختطفين تم تعذيبهم ورصدهم عن طريق الاتصالات. طيب اعود للاستاذ محمد المحمد، اذا كان لا يعني لا الدوافع الاقتصاديه حركت الحكومه جعلتها تنقل قطاع الاتصالات لنقل تاثيرها على المعارك العسكريه، لماذا لا يتم الالتفات الى هذه النقطه؟ وبحسب الاستاذ رائد يقول لك 50% الى 70% من طبيعه المعركه هي قائمه اليوم على نظام الاتصالات ايضا. في الحقيقه فان الحكومه اشبه يعني مشلوله وعاجزه في جميع الملفات وليس في الاتصالات فقط. وهذا هو السمة الغالبة على الحكومة في كل الملفات وليس فقط في الاتصالات، لكن العتب في الاتصالات يكون كبيرا بسبب التأثير الكبير لهذا القطاع كما تفضلنا في خدمة الحوثيين وفي الضرر على الطرف الشرعية وطرف المقاومين لعصابة الحوثي. وفي نفس الوقت أنه الشركات نفسها منذ فترة طويلة وهي تطالب الحكومة الشرعية بالسماح لها بالانتقال إلى عدن دون أن يكلف الحكومة الشرعية أي شيء، بالعكس الحكومة ستستفيد الكثير من الأموال إذا انتقلت هذه الشركات إلى المناطق المحررة. وكانت الحكومة يعني إن لم تضع العراقيل ففي أحسن الأحوال يمكن القول أنها لم تسهل عملية ذلك الانتقال، وبالتالي هنا تكون المسؤولية أو يعني الخطأ جسيما يعني على الحكومة لأنها لم تسمح للشركات بالانتقال منذ وقت مبكر إلى المناطق المحررة، وهذا هو الخلل الكبير الذي حصل. شكرك جزيلا محمد المحيميد مهندس اتصالات وتكنولوجيا معلومات، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الرياض. أعود للأستاذ رائد الثابتي من مأرب، من الناحية الاقتصادية كيف أسهم بقاء قطاع الاتصالات في تقوية ودعم اقتصاد الحوثي؟ إذا سمحت أريد أن أعلق بجزئية بسيطة فيما ذكره أخي العزيز الأخ محمد في مسألة تحميل الحكومة، الحكومة مصيبة إرادة. ينبغي أن يعني أن لا نجد نحوم حول الحمام، مشكلتنا في الاتصالات هي في مؤسسة الرئاسة وتحديدا في أولاد الرئيس الذين يعبثون في هذا الملف، هذه النقطة. إجابتنا على سؤالك بالنسبة للجانب الاقتصادي هناك إيرادات يعني إذا أردت أن أحددها لك حتى بالثاني فأنا مخطئ، بالنانو الثاني في مسألة يعني توريد الأموال الكترونيا الى البنك المركزي وايضا الى ايرادات هذه الشركات سواء كانت شركات حكوميه او كانت شركات اهليه تحت اداره الحوثي. وبالتالي يعني هناك تقرير مقرب في نهايه العام 2018 انه ايرادات الاتصالات 180 مليون دولار في السنه، مع انه الرقم اكبر من ذلك بكثير. حينما قطعت الاتصالات قبل 6 أشهر تقريبا عقدت اللي هي تليمان مؤتمر صحفي، وفي المؤتمر الصحفي ذكرت انه خسائر اليمن شهريا بسبب الاتصالات يعني سواء كانت كموارد او خسائر الشركات التي حرمت من الانترنت خلال تلك الفتره ولعلك الكره ما يقارب التلفزيون ريال اليمني. وانت قلت على ذلك الاتصالات بالزمن الحربي، فحسب تقرير الخبراء انه المورد الاول للحوثيين في هذه الحرب لسنتين متواليتين بالمناسبه هو الاتصالات، جانب مالي مهم وجانب أمني أيضا نعم في هذه المعركة. شكرا جزيلا المهندس والأكاديمي رائد الثابتي، كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث. نلقاكم في الغد وحلقة جديدة.